عليكم احمد او شنك او نويصر او سبفكس. لاول مره الثلاثه اجتمعوا بمقطع واحد. اليوم عندنا تحدي بسيط مستمعين عند ناصر. طبعا انا جاي من الشرقيه، ساعه جاي من الجنوب، هذا جاي من بيتهم. عشان ايش؟ عشان نصور لكم حاجه طيبه. هذه اول مره فيها اسوي شيء بعيد عن الجيمنج. لا، ثاني مره سويت قبل فتره تحدي الاكل المنتهي. هذا اليوم مو بطفي اكل، في شيء ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. اليوم التحدي للضحك بيكون تحديد المعرق فينا. كيف يعني المعرق؟ راح نجيب اصوات الاسلحه اللي فورتنايت كلها، حتى وانت تطالع حاول انك تجاوب معانا. التحدي هذا يا عيال جايبينه لنا كلام باور. هذه فكرة سووها قبل ناس أجانب وقالوا لنا عيال نبيكم تسوونها عندكم أنتو، والفايز فيكم هو أعلى نقاط. بتكون الطريقة صوت الأسلحة بفورتنايت تطلعوا نسمعها كلنا، وأول واحد يقول اسم السلاح وش يصير؟ نقطة على طول. نقطة. واضح؟ في شيء كل شيء سليم عندي؟ أكثر واحد يجمع نقاط له 1000 ريال. هذه جديدة من عندي، هذه حصرية. 1000 ريال والله لا الحق لين بيتكم. والله لا 1000 ريال طبعا. اللي يجيب على نقاط تم 1000 ريال شباب اليوم ممتازين. 1000 ريال ممتازين إن شاء الله في الجيب. شغل طبعا الحين أنا بشغل أصوات الأسلحة. أيوة ممتاز. وكل واحد فيكم الثلاثة لها إجابة واحدة. حلو. جاوبت غلط استعجلت جاوبت غلط، هذه ما هي مشكلتي. مشكلتك أنت فلوس. خلاص تمام. كل واحد إجابة واحد. إجابة واحدة وعلى نقاط. وإذا ما حد فيكم جاب الإجابة صحيح ثاني فلوس نسوي سكيب أو تبغى نعيده؟ لا نعيد الصوت احسن. خلاص تم. يلا نبدا الحين. جاهزين؟ يلا. ايوه 1 2 3 جو. فرد. والله الصوت ما طلع في البدايه عالي. والله فرد طع 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 عادي. بوم العادي مين صح؟ العادي. وقف نقطة لشنق. أول واحد قال بوم. بوم العادي. اسكت وفمك مقفل الليلة وانت فمك كلوز اليوم. نقطة ناصر. نقطة لأحمد. يلا الصوت اللي بعده تقدر تهاوشون. يلا راح يتكلم. هلا صار هذا عامل اي وجدت لحظه. يلا صوت ايش السلاح الحين الثالث؟ صوت سنايبر. هبي كلنا مع بعض. وش السنايبر؟ هبي هبي. ايوه لا الاول سنايبر في اللعبه. الحين تطلع الاجابه. جاهزين؟ مين قال اول سنايبر ومين قال هبي؟ هذا قال هبي. انا قلت سنايبر اول. انا قلت بات اكشن. الهبي. اي صحاد القوا بول كروس قلب القلب الكروس وكذا البو. انت محاولة واحدة بس وراحت عليك. البو محاولة واحدة. قلنا البو. انت اول شيء قلت البو. ايوه طيب وش البو؟ سحب هو الكريسبو. انا الكريسبو القلب اللي يطلق القلب. ما في بو كذا. طيب لا ما لي شغل مشكلة كذا. السهم ما في. ما في شيء اسمه بو. ما قاعد اكلم الحكم. ها قاعد اكلم الحكم. اصبر الحكم يقول لك انت قلت البو. البو هو السهم. ممتاز. هل اسمه بو ولا لا؟ يلعن ام الظن اقسم بالله. ما كريسبو اسمه كريسبو. يزعد امك. الله ينصرك. 2-1 والله العظيم انه هذول من كلام. 2-1 تقدر تعوض على وقت قدامك. سمشين ونزل منه جولد في سيزن اللي قبل هذا. تذكر في المدينه الجديده؟ لا مو هو. تفتح النجم. مو هو السب ماشين اللي كان كيف اقصر لك اياه؟ اللي كان بيفايت. اللي كان ازرق واخضر بس. اللي سريع او بي. هذا اللي قلت. هذا اللي قلت. هذا اللي ولا في منه ذهبي. شوف الاجابه يا شباب. اخر واحد على اليسار. ايوه هو. ايوه هو والله انه هو اللي انا قلته. كذاب علي الحرام انه هو. والله اني انا علي الحرام انه هو. 1000 ريال ما اقدر عليها والله العظيم. 2-2 انا اللي قلته صح؟ انا لا لا يعني خليني 2-2 تطلعون برا بيتي. ناصر 2-2 تطلعون برا بيتي. جاب منه بنفسجي ولا مره. خلاص انت بنفسجي. اللي قلت. من اللي قال؟
اشتبي ازرق واخضر بس والله اني انا هذا قال ذهبي بنفسجي 3 2 1 ممنوع الغش يا ام الغبره الله يقدر بقلب لا راحت عليك عيدها عيدها عادي نعيدها ناصر لا لا ما نعيدها انا بجاوب ما تعيدها هاي جاوب يلا اجاوب ايوه خلاص هذا جاوب قال دام قال دام قال الحين لا انا ما انا انا صوتت انا صوتت عادة صوتت عادة خلاص ولا تعيد لك عادة ليولك احسن حاولوا تجاوبون خلاص اذا عاد عيد حتى انا اجاوب لا ما عيد خلاص ما تعيد بالله بالله شباب شباب نظروا عيوني حاولوا تجاوبون بسرعه لان سعد جاوب الاجابه صح من بدري الله يسعده الله يسعده امك اليوم 4-2-1 تصويت عاده تصويت كف عندي عادة جاهزين السنة الجاي؟ ركزوا بروستد 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 الطرق الطرق ما أعرف اسمه بروست اسمه بروست 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 هذا يقول بروست أنت إيش تبغى عيدة لا لا عيدة 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 بروست وقف بروست فماس اللي هو الفماس بروست لا لا وانت طرق طرق زي فماس فرد طلقتين عرفته فرد بطلقتين أيوة عادي غير جابتي ايوه الفرد ذا ممنوع 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 الفرد اللي طلقتين فرد طلقتين خلاص خبر فرد فرد ايوه اللي طق طق لا 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 قال فرد طلقتين اي والله ما في اسمه فرد طلقتين فرد يطلق طلقتين خلاص ما في الا اثنين حكم حكم لو سمحت حكم انت جابتك غلط هذه كلنا غلط يعني انت عرفت انه جاوب اجابه صح مع قاعد لا 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 يا حمار تكتبن الا صح علي انت عرفت انه جابته صح انت ممتاز عندي 250 والله اقول لك صح ايش اعطيني 100 ريال يلا تستاهل صح اجابه 100 ريال رب الكعبه سكار سكار تكفى تكفى سكار قول سكار والله اني قلتها تكفى سكار اللي منه بنفسجي وقول تكفى يا حكم المباراه من والله قلت سكار هم جاوب انا صراحه نفس الثاني هو يوم جاوبنا عليه عشان صوتي تعبان ما تبغى تخليه معهم يوم جاوبنا عليه كيف انا قايل اي انا قايل اي اول انا قايل اي اول وحسيت نرجع للفار نرجع للفار نرجع للفار انت جبتوها في نفس الوقت زبده قبل شوي صار صياح مع صياح وواحد الله يصلح سوى ضربه كذا الطاوله فتكرفست الامور أيوة. فرجعنا للفار والحكم مش حكمت فيها حكمت ان اللي قال سكار اول واحد هو احمد ابن علي ما عم متعود على يعني بنظلم عادي اشكو بثي وارجعوا الله ارجعوا شوفوا يعني اذا ما قلت انا اول واحد اذا فزت قدر الله خصم كل شيء مقهور منها ترى يقول اشكو بثي وحزني الى الله الله يدري انك كذاب وقال يلا يلا اللي بعده صوت صوت ركزوا يلا وقف 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 هاي يا شباب وقف ثواني اللي عنده إجابة يتكلم بدون ما يكرر كثير بوفش كذا قال بوفش الفرد اللي يطير اوكي هذه إجابته اوكي انا تصويت اعاده اعاده ايوه اعاده يعني اعيد ما يعيد حكم لا لا حكم لا يعيد خلاص اعاده لا يعيدون سعد ابو اسامه مرضى جاوب شباب اعطوا اجاباتكم انتم وبعدين انا اقرر نروح الجوله اللي بعدها تاخذون اصفار او نعيدها ليه بس هذا هذا قال اجابه لانه واضح انك ما راح تجيبونها حتى لو عدتها فانتم اعطوا اجاباتكم الحين وبعدين بعيدها لكم الثلاثه طيب ممكن خلاص بجاوب على جاوب كذا يلا جاوب الار بي جي اللي تطلق اربعه انت ابي اشغلها مره ما اقدر لا 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 طيب الصاروخ اللي كانوا يركبونه نركب فوق عرفته ونطير فيه لا لا شكلك مطول انت جابت ناصر صح غششته لا ورب الكعبة على ايش صوت التعشيق عرفته عشق كثير ايه سوى حربجيات بس القم القم يقطع القم خمسة عرفته الفرق دف 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 اللي يشبه الماجنوم بس الذا الجديد موجود لا اسكت احمد صح بندقية الصيد بندقية الصيد اللي نزلت وخذفوها اللعبة عرفتها الاسولت الاسولت الصيد اللي صار هذا الاسولت بنتكيت الصيد اللي هو الاسولت رايفل الطويل لا انا قلت ثمان طلقات لا 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 معلش معلش الفرد هذا كلكم اجاباتكم غلط فبعيدها لكم المره هذه طيب تستاهل بس انت ايش قلت؟ عرفت ايش قلت انا بس هو نفس اجابتهم الصيد اللي رصاص السولت بس انه طق مو بهنت جرايد مو بهنت جرايد السولت اللي قلت في زوم تقصد صح؟ لا ما في زوم ما في زوم ما في زوم بندقية الصيد البندقية كلها غلط ما في كلها غلط كلها غلط يلا عيد الحراري السلام الحراري السلام الحراري صوت الحراري 6 يلعب ساعدكم انت قلت 3 لا احس شايف المقطع والله ما شفته عن شكله والذاكره هبي ضر الراس والذاكره ما شاء الله تبارك الله
خلاص اسمح لا تعطيني النظره هذه وانت تدري ان احمد جاوب قبل ربي كريم سبحانه عز وجل يا ربي كم خمسه سته خمسه اربعه سته اربعه اثنين كل واحد ركزوا فرقعتكم هاي فرقعتكم الكاتب يا ناصر انت ما شاء الله عليك تعرف كل الاسلحه ايوه بس الجنب لي في ديلي الله يلعن ام القهر فدوم بعديك يعني حقه الار بي جي المفروض انها حق انها تغطي عليهم كلهم لان اربع طلقات حط اربع نقاط يا اخي يلا يلا هذه من الكيس ما تصلح واحد اثنين ثلاث جاهزين طقعه 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 قال ستيكي في البدايه خلاص طقعه 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 انت قلت طقعه طقعه انت ايش انا هدي مصورات هدي مصورات انت طقعه 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 الطقعه الحين تطلع الاجابه شوف تسجل الطقعه 6 5 2 عدني 2 ونص تقطع قلت مع طقعه انا 6 جاهزين لاخر لحظه انا كم انت 5 6 5 والله العظيم لا زيد 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 ترى بعيد النقطه قول لي 6 عشان ما يغش ليش انا لك متعادلين عشان ما نعيد صح 6 6 يلعن شكلك غشاش غشاش يبون يفوزونا شفتوا يبون يفوزونا ما يبون انا الحين بحكم انه انتهت الاسلحه خلصنا الاسلحه خلصت الاسلحه طيب مين فاز 6 150 6 350 والله ما تاخذ ريال انت والله انت نصر على هذا وربي ما تشم حتى نص ريال خلاص يلا توكل على الله وحجز هناك والله طلع في التلفزيون طيب كيف نسوي 1000 اجل انت عاد تدفعون لا انا اشوف انه تصير تصفيات بينكم انتوا الاثنين يلا تصفيات انا بروح لمكان التحكيم التحكيم احمد وسعد كيف تصفيات كيف انا ما بعطيكم 500 ابغى اعطي 1000 لواحد انت ما تدخل اوكي بفلوس بيني بينه انا بيفوزني بس ادري والله انها الحلوه ممكن يفوز ولا فوز توفى هاي طاقه ان كلنا سوا وان باذن الاس اكس بي شغال غرف الحين بعطيكم سؤال ما له دخل في اصوات الاسلحه ما له دخل في اللعب بس له علاقه في الجيمنج الحاسمه هذا الحاسم هذه الحاسمه الفايز ما اللي يجاوب صح ياخذ من بعيد بس ما تشارك ما تشارك ولا شيء ناصر والله العظيم بيعطيك فلوس بيعطيك 3 ريال بيعطيك 4 ريال يقول 300 يا حمار ريال والله ما اعطيه ريال 300 السؤال كالتالي بس شيء منطقي كم عدد ايوه شغل مقطع ايوه كم كمل كم عدد مشتركين باور في اليوتيوب هذا الاقرب للاجابه مو بلازم تجيبون الرقم بالضبط الاقرب للاجابه هو الفايز سبعين ألف شفتها أمس ودي ساعد وصل بجاب لا تقول شيء 70,000 74,000 هذي والله العظيم إنه قاعد يفتي من جيبه وسبب لنا ما يدري عن شيء خلاص أنا بوري المشتركين الحين الإجابة بدل أعلمكم كم شوف جوال شوف الإجابة يا طويلين العمر يس منك يس 71 71 71 مبروك أحمد الأنديان تستاهل والله حق اقريا اليوم يوم جديد قلت قلت مبروك صار لك يلا عرف مسلم خدادي ما مع الزبده مبروك يا احمد ايوه والله ما تشم حلل مبروك يا احمد صراحه اديت يا سعد وانت نصلع تشارك معه في مسابقه انا جاي من ورا كذا مطلع حوار على التعليق الله يعطيكم العافيه ايوه خلاص شكرا لكم الله يسعدكم تبون نكتب زي كذا اكتبوا لنا افكار تحت ممكن نتقابل مستقبلا ونسويها مره ثانيه الله يعطيكم العافيه ولا تنسون قنوات الشباب كلها تحت قناه باور برضو تحت ترى باور ينزلون بشكل مستمر تجميعات لنا والكلان كامل فروحوا شيكوا عليها بحط قناتهم تحت تعجبكم صدقوني وصلوهم 100,000 ما بقى لهم شيء تكفون ايزي عليهم شويه عندي كلمه اخيره ايوه انا اول مره اصور معاهم يعلم الله انكم ما تعرفون قد ايش يتعبون عشان يطلعوا لكم المقاطع هذه وينسون لكم اقسم بالله انهم تعبوا احيانا يقعدون يوم كامل والله يقعدون يوم كامل فأقل شيء تقدمونه لهم دعوة لايك سبسكرايب شير وأبشر ممتاز أنت أنا ممتاز بس 1000 ريال والله تجيني الزبدة الله يعطيكم ألف عافية قنوات شاب تحت لا تنسون تبغون تدعمونا SXB SOX SWY ممتاز فشكرا لكم والله يعطيكم ألف عافية نشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد